ماشي اخي شيء. كل موسم شتاء نجي السليمانية نفتر البالات مال السليمانية ناكلها، لأن الماركات عالمية وأسعار يعني مناسبة والأحسن من الجديد. الجديد تاخذ منها يعني أسعارها غالية وما يبقى يعني عندك هواية، فإحنا هنا نجي يعني أشكال حلوة وماركات عالمية فنحب إحنا نشتري منها. هذا السوق يعني صار من التسعينات، من 92 93 ولحد هذا اليوم، يعني العالم تتردد عليه، الكراد والعرب يترددون عليه على مود الكواليتي عاليه والاسعار مناسبه. الاسعار مناسبه يعني كسلعه يعني والجوده، تجاري والعادي والصيني كله تجاري، يعني العالم تاخذه بسعر غالي وما قاعد تستفاد منه. اثرت على عينك بعدين؟ هذا السوق الكبير كله ثلاث Galera, vai tirar. Bom dia, vai.